دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال افتتاح الفصل التشريعي 16 لمجلس الأمة الكويتي صباح اليوم إلى تحقيق آمال الشعب الكويتي وتطلعاته أمام التحديات التي تواجه البلاد. إن مدينة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول ناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق مسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة. أن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة، وحزما في تطبيق القانون وتقليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرق.